بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذه السائلة أم محمد تقول: نرجو من فضيلة الشيخ كلمة لبعض الآباء والأمهات الذين يفرطون في تربية أبنائهم، وخصوصا ما يتعلق بالعبادات كالصلاة والصوم وغيرها. نراهم يتساهلون في ذلك، يعرفون الذين ينفعهم ويضرهم. نريد كلمة بهذا المجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الأولاد ما داموا صغارا فهم في عهدة آبائهم، وهم مسؤولون عنهم أمام الله سبحانه وتعالى، يعني يربوهم على الخير والآداب الطيبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والتربية لها دور كبير في تنشئة المولود والطفل، فإذا عود على الخير مع فطرته، حوفظ على فطرته السليمة، فإنه ينشأ على الخير ويكبر عليه ويعتاده، لأنه قد ربي عليه. يقول الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولذلك إذا وجد الولد وآثار التربية الطيبة يدعو لوالديه: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والإهمال ترك الأولاد هذه مسؤولية وتفريط من الوالدين، وهم مسؤولون عنها. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته. فالأولاد رعية في عهدة الوالدين ما داموا صغارا. وهذا الذي يقول إذا كبروا وعقلوا أدركوا، هذا كلام خطأ. إذا كبر وهو لم يربأ فإنه يكبر على التساهل وعدم المبالاة في أمور دينه. واجب الوالدين نحو الأولاد واجب عظيم، وهم مسؤولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أسئلة كثيرة حول مسح الخفين. يقول السائل: إذا مسح الشخص على الكنادر ثم خلعها ومسح على الشراب، فهل يصح مسحه؟ لا، إذا خلع الممسوح عليه بطل وضوءه. فإذا كان يريد بقاء المسح فإنه يمسح على الشراب، إذا كان ساترين للرجل يمسح على الشراب من أجل أن يتمكن من خلع الخفين إذا أراد، ولا يضره ذلك. نعم. من مسح على خفيه بعد انتهاء المدة وصلى بهما، فما الحكم؟ حكم أنه يعيد الصلاة، لأنها انتهت رخصة المسح، وإذا انتهت رخصة المسح بطل الوضوء بتمام المدة. قد حدد النبي صلى الله عليه وسلم المسح بيوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فمفهومه أنه إذا تجاوز المدة فلا مسح، إذا كان لا مسح لا بد من غسل الرجلين. نعم. فضيلة الشيخ: من أصبح جنوبا في وقت بارد فهل يتيمم؟ إذا خاف على نفسه وليس عنده ما يسخن الماء به فإنه يتيمم، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقتلوا أنفسكم. وتيمم عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في غزوة صابته جنابة من الليل، وكان الجو باردا، فتيمم رضي الله عنه وصلى بأصحابه. فلما قدم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. ما حكم بول الطفل الصغير إذا وقع على الثوب؟ إذا كان الطفل ذكرا ولم يأكل الطعام وإنما يقتصر على اللبن، فإن نجاسته مخففة، يرشها بالماء أو ينضحها بالماء ويكفي هذا. وأما البنت
فإن نجاستها كنجاسة الكبيرة مغلظة، لا بد من غسلها كما يغسل بول الكبير، قوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. نعم. هذه سائلة تقول: يا شيخ، امرأة تسبب العلاج عندها في نزول دم الحيض فتركت الصلاة، هل تقضيها أم لا؟ تقضيها ما دام لم ينزل عليها دم، فإن الصلاة واجبة عليها، إنما إذا خرج الدم ورأته فإنها لا تصلي، أما ما دام أنه لم يخرج فالصلاة باقية عليها واجبة عليها. نعم. أيضا عن الجوربين شيخ يقول: ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء وذلك احتياطا للطهارة؟ هذا تشدد. الحمد لله إذا توضأ وكملت طهارته يلبس الجوربين الساترين ويمسح عليهما تيسيرا من الله سبحانه على عباده. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بالنسبة للمرأة الحائض، هل لها أن تدرك الخير وتقرأ القرآن، وما الأعمال التي تعملها وهي حائض؟ تعمل كل الأعمال الصالحة من ذكر لله وتسبيح وتهليل ومطالعة في كتب العلم، إلا قضية تلاوة القرآن ففيها خلاف بين العلماء، من العلماء من يمنعها حتى تطهر وتغتسل، لأن الله منع الجنب من تلاوة القرآن، والحيض مثل الجنابة حدث أكبر، فتمتنع من قراءة القرآن مدة الحيض إلا إذا اضطرت إلى قراءته، كأن خافت أن تنسى محفوظاتها من القرآن، أو يكون عندها فترة امتحان للقرآن، كانت طالبة وعندها فترة امتحان للقرآن، فهذه حالة ضرورة تقريبا، تقرأ لأجل بقدر الضرورة. هذا رأي جمهور العلماء. نعم. أحسن الله إليكم. مجموعة من الأخوات أرسلنا بأسئلة تخصهن فيما يتعلق بالطهارة، وهذه السائلة أم عبد الله تقول: بالنسبة للنفساء، إذا اتصل الدم معها بعد 40 فهل تصلي وتصوم؟ نعم، إذا بلغت 40 في النفاس فإنها تغتسل وتصوم وتصلي لأنها طهرت، هذا ما عليه جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. المرأة إذا أسقطت في الشهر الثالث أيضا هل تصلي أو تترك الصلاة يا شيخ؟ الشهر الثالث نعم، لم تنفخ فيه الروح، ما دامت لم تنفخ فيه الروح فإنها لا تترك الصلاة لأنها ليست نفسا، وإن نزل عليها دم فهو ليس بنفاس وإنما هو نزيف، فتتوضأ وتصلي. أما إذا بلغ 4 أشهر فإنه نفخت فيه الروح، فإذا سقط لأربعة أشهر فأكثر فإنها تكون نفاسا، إذا نزل عليها دم يكون دم نفاس، تترك الصلاة والصيام إلى 40 يوما، إلا أن طهرت قبل 40 فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. نعم. تقول: إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم دم استحاضة، ماذا تعتبره؟ تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. نعم. هذا السائل يقول: رجل صلى صلاة الفجر وقرأ سورة الفاتحة وركع ونسي أن يقرأ ما يتيسر من القرآن، ما الحكم في صلاته؟ صلاته صحيحة، لأن ما زاد عن قراءة الفاتحة فهو سنة، إذا تركه أو نسيه فصلاته صحيحة. نعم. هذا السائل يا فضيلة الشيخ أبو إبراهيم يسأل ويقول: هل الشمس تدور حول الأرض وما الصحيح في ذلك، مأجورين؟ بلا شك أهل العلم لم يختلفوا بأنها تدور على الأرض، ونحن نشاهد هذا، تطلع من المشرق تغرب في المغرب ثم تظهر من الصباح من المشرق وهكذا، هي تدور على الأرض بلا شك، والأرض ثابتة والشمس والنجوم والكواكب تدور عليها، الأفلاك كل في فلك يسبحون. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شيخ، هل تجوز كتابة آيات القرآن على أواني الطعام والشراب وذلك لغرض التداوي بها؟ نعم، إذا أراد أن يكتب القرآن في إناء طاهر أو ما أشبهه ثم يغسله ويشرب الغسالة فلا بأس، هذا من الرقية، وورد عن السلف أنهم كانوا يعملون هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: يا شيخ، هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ دعاؤه هو مما كتب له قبل خلقه، كتب الله له أنه يدعو، فلا تعارض بين الدعاء وبين القدر، لأن الدعاء من القدر. نعم.
أيضا من أسئلته يقول: ما حكم الحلف على المصحف؟ لا أصل لهذا، ولا يتخذ المصحف للحلف عليه، هذا من فعل العوام ولا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم عبارة أدام الله أيامك؟ لا بأس بذلك بقصد طالة العمر، ولو قال في طاعة الله طال الله عمرك أو أيامك في طاعة الله لكان أحسن وأنسب. نعم. هذا يسأل عن حكم بعض العبارات مثل فلان المرحوم. لا، هذا ما ينبغي أن يجزم له بأنه مرحوم، لكن يقال رحمه الله أو غفر الله له، يدعى له بالرحمة والمغفرة، ولا يقول المغفور له أو المرحوم. نعم. عبارة تغمده الله برحمته وانتقل إلى رحمة الله، لا بأس بذلك، لأن هذا دعاء، تغمده الله برحمته هذا دعاء، والدعاء للمسلم مطلوب حيا وميتا، تغمده الله برحمته. أو قول انتقل إلى رحمة الله أيضا هذا لا بأس به، لأنه من باب التفاؤل له، وهو متضمن الدعاء له بالرحمة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: نسمع ونقرأ كلمة حرية الفكر، وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليق الشيخ على ذلك؟ هذا قول باطل، لا حرية في الاعتقاد، بل الاعتقاد يكون بما أمر الله به. الله أمر بتوحيده وعبادته، وتوعد الكافرين والمشركين بالنار، فلو كان حرا في اعتقاده ما عذبه الله على ما يعتقد من الباطل، فهذا كلام باطل، وهو من كلام المعاصرين الذين يقلدون الغرب أو الملاحدة، عليهم أن يتوبوا إلى الله من هذا الكلام. فالإنسان عبد، إما أنه عبد لله بالاختيار، إذا صلح عمله واستقام على دين الله فهو عبد لله بالاختيار، وإن كفر فهو عبد لله بالاضطرار، تجري عليه أحكام القضاء والقدر، يجري عليه المرض والموت والجوع وغير ذلك، ولا يستطيع رد ذلك، لأنه قضاء الله وقدره عليه. والله جل وعلا قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، يعني العبودية العامة، كل الناس عباد لله، العبودية العامة الاضطرارية، وأما العبودية الخاصة وهي الطاعة والعمل الصالح والإيمان فهذه إنما هي للمؤمنين خاصة. نعم. أحسن الله إليكم، أيضا تسأل السائلة عن عبارة قولنا للزائر: تباركت علينا أو زارتنا البركة. كل هذا لا يقال، وإنما يقال بارك الله فيك أو نحو ذلك، وأما زارتنا البركة بهذا اللفظ فلا ينبغي، لكن يقال إنك مبارك، أنت رجل مبارك أو ما أشبه ذلك. نعم. تركيب الأسنان الذهبية إذا اضطر الإنسان لتركيبها ما حكمه؟ لا بأس بذلك، إذا احتاج إلى تركيب أسنان طبية لا مانع من ذلك، لأن هذا من العلاج الذي أباحه الله سبحانه، ولأن الإنسان يحتاج إلى الأسنان التي يأكل عليها والتي تجمل فمه، لا بأس بذلك. نعم. هذا السائل يقول: دخول الحمام بأوراق فيها ذكر لله أو اسم لله. يكره هذا، يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله عز وجل، يجعله خارج الحمام، إلا أن يخاف عليه من الضياع أو من السرقة فإنه يجعله في جيبه ويدخل به. نعم. إذا كان في الحمام يا شيخ كيف يسمي؟ قبل الدخول يقدم رجله اليسرى عند الدخول في موضع قضاء الحاجة، ويقول بسم الله عند الدخول، أو قبل الدخول يقول بسم الله ثم يقدم رجله اليسرى ويدخل. نعم. يقول: الأسنان الصناعية عند الوضوء يا فضيلة الشيخ، هل يجب نزعها عند المضمضة؟ أي نعم، إذا كانت تستر اللثة ويسهل نزعها فإنه ينزعها، أما إذا كان يصعب نزعها فإنها لا تضر تبقى. نعم. يقول: إذا توضأ الإنسان ونسي عضوا من أعضاء جسمه فما الحكم؟ الحكم أنه إن كان الوقت قريب وذكر في وقت قريب قبل أن يجف العضو الذي قبله فإنه يغسله ويكمل وضوءه، وإن كان في وسط الأعضاء فإنه يغسله ويغسل ما بعده ويكمل وضوءه، أما إذا طال الوقت فإنه لا بد من إعادة الوضوء من أوله. نعم. أحسن الله إليكم، السائلة تقول: ما حكم وضوء من كان على أظافرها ما يسمى
بالمناكير؟ لا بد من إزالة المناكير والأصباغ الجامدة لأنها تمنع وصول الماء إلى ما تحتها. أول شيء لا تعمل المناكير، وثانيا إذا عملتها فلا بد من إزالتها للوضوء والاغتسال. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شخص استهزأ بشخص، فما الحكم من قال كلمة ثم انتبه بأنها استهزاء بشخص لالتزامه بالدين وحرصه على الفرائض فسكت حيث انتبه واستغفر الله؟ إذا كان الذي نبزه يسمعه إنه لا بد أن يطلب منه المسامحة عن ذلك ويدعو له، ما إذا كان ما سمعه أو كان غائبا فإنه يستغفر له ويدعو له ويثني عليه عند الناس. هذا أبو مراد يقول: شخص صلى بالناس فقرأ الفاتحة ثم تذكر بأنه نسي آية ثم أعاد قراءتها، هل ما فعله صحيح وهل يجب عليه سجود سهو؟ لا، ما يعيد الفاتحة كلها، يعيد يقرأ الآية التي نسيها وما بعدها من الفاتحة، يقرأها ويقرأ ما بعدها، أما ما قبلها فيبني عليه ويسجد للسهو. نعم، يسجد للسهو. نعم. الأخت حفص تقول: ما حكم ذهابي وركوبي مع سائق الأجرة مع ابني عمره 3 سنوات وابنتي عمرها 7 شهور؟ لا بد من ما تزول به الخلوة، لا بد أن يركب معهم شخص ثالث، إما رجل بالغ أو امرأة كبيرة بالغة وتزول الخلوة. نعم. أبو عمار أرسل بسؤال يقول فيه: كيف يتوضأ العائن وكيف يسكب الماء على المعيون، وما الطريقة الشرعية في إزالة العين مأجورين؟ الوضوء معلوم، يتوضأ يغسل أعضاءه الوضوئية أو يغسل جميع جسمه بالاغتسال، ويغسل أيضا دواخل إزاره كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ الغسالة وتصب على الذي أصابته العين يبرأ بإذن الله. قال صلى الله عليه وسلم: العين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ. محمد يقول: أسأل عن المذي، هل هو نجس؟ وهل لو صلى الشخص بثوب فيه بعض المذي هل تبطل صلاته؟ نعم، المذي نجس لكن نجاسته مخففة، يكفي فيها النضح، فلو صلى ولم ينضح المذي فإنه صلى بثوب فيه نجاسة، ولكن إذا كان ناسيا أو جاهلا فإنه يغسله للمستقبل وصلاته التي مضت صحيحة. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا نديم يقول: ما كيفية إزالة الجنابة للشخص المكسور والذي على رجليه جبيرة وفي يده اليمنى أيضا جبيرة؟ يغسل السليم من جسمه ويمسح على الذي عليه جبيرة، يمسح على الجبيرة، على كامل الجبيرة يمسح عليها ويكفي عن غسل ما تحتها. نعم. السائلة أم عبد الله تقول: لي أخت في 25 من عمرها وهي مصابة بمس، وتشعر أحيانا بأن شخص يجلس معها، هل عليها غسل جنابة يا شيخ؟ لا، ليس عليها غسل جنابة، ولكن عليها بالورد وذكر الله عز وجل، تعمل الرقية عند أهل الخير يرقونها من ذلك. نعم. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. سجل هذه الحلقة زميل المهندس عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة